بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم عزيزاتي طالبات الصف الرابع في درس جديد من دروس اللغة العربية. مرحبا بكم. رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، ورؤية مدارس المجتمع الخاصة للبنات: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. لكي نبدأ درسنا، يجب عليك أولا إحضار أدواتك كاملة. ثانيا، عليك الاستماع إلى شرح المعلمة. فلنبدأ درسنا لهذا اليوم. بسم الله نبدأ. ماذا تلاحظين في هذه الصورة؟ نعم، إنها سمكة. ماذا تلاحظين على حرف الساء؟ نعم، إنه مفتوح عليه حركة الفتح. إذا نظرنا إلى الصورة الثانية، ماذا ترين؟ نعم، إنها ساعة. وماذا ترين على حرف السين؟ نعم، إنها الفتحة. وماذا بعد الفتحة؟ إنها ألف المد. درسنا اليوم إن شاء الله في الإملاء، وعنوان الدرس هو الحركات القصيرة والحركات الطويلة. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يفرق بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة لفظاً وكتابة. يميز بين الحركات الطويلة والقصيرة وارتباطها باشتقاق المفردات ومعانيها. ثالثاً، يكتب كلمات تتضمن حركات طويلة وحركات قصيرة. فنطبق هدفنا الأول. من منكن تتذكر ما هي الحركات القصيرة؟ ما هي أولى الحركات القصيرة؟ نعم، إنها الفتحة. وثاني الحركات القصيرة؟ نعم، إنها الضمة. وثالثا حركة الكسر. هنالك ثلاث حركات قصيرة، هي حركة الفتح وحركة الضم وحركة الكسر. فلنمثل لهذه الحركات ببعض الكلمات. مثال لحركة الفتح: من منكن تذكر مثال لحركة الفتح؟ كلمة فريق. انظري إلى الحرف الأول، حرف الفاء. نعم، إنه مفتوح، فريق. فننتقل إلى حركة الضم. من منكن تمثل لكلمة بحركة الضم؟ ممتاز، فؤاد. انظري إلى الحرف الأول، حرف الفاء، عليه حركة الضم. أما حركة الكسر فمثال لها كلمة فكرة، حرف الفاء ها هنا أتى مكسور. هذه هي الحركات القصيرة. هنالك حركات طويلة تقابل هذه الحركات القصيرة. من منكن تذكر الحركات الطويلة؟ نعم،
إنها تتمثل في حرف الألف وحرف الواو وحرف الياء. إذا أردنا أن نمثل لبعض الحركات الطويلة حركة الألف أو المد مثل كلمة فاز، انظري إلى الحرف الأول وحرف المد الذي يليه، حرف الفاء حرف مفتوح وأتى بعده حرف الألف وهو أحد الحركات الطويلة أو حركة المد. انظري عند النطق بكلمة فاز تمدين أو تطيلين في نطق حرف الألف فاز. فننظر إلى الحرف الثاني حرف الواو ونمثل لكلمة فول، فول. انظري إلى نطق هذه الكلمة فول، مددنا النطق في حرف الواو فول. حرف الفاء في هذه الكلمة أتى مضموم وهو متبوع بحرف الواو أحد حروف الحركات الطويلة. حرفنا الثالث في الحركات الطويلة هو حرف الياء، فنمثل له بكلمة فيل، فيل. انظري حرف الفاء أتى مكسور وتبعه أحد الحركات الطويلة أو أحد حروف الحركات الطويلة هو حرف الياء. من تستطيع إيجاد الشبه بين الحركات القصيرة والطويلة؟ كما ذكرنا أن لدينا ثلاث حركات قصيرة وثلاث حركات طويلة. الحركات القصيرة هي حركة الفتح وحركة الضم وحركة الكسر، والحركات الطويلة هي الألف والواو والياء. كل حركة من الحركات القصيرة تقابلها حركة من الحركات الطويلة، فلنبدأ بحركة الفتح وهي من الحركات القصيرة. ماذا يقابل الفتح من الحركات الطويلة؟ يقابلها حرف الألف. نعم، الفتح يماثلها الألف أو يقابلها حرف الألف. فنمثل بكلمة مثل كلمة حديقة. نعم، مثل كلمة حديقة. حرف الحاء مفتوح، حرف الحاء مفتوح. ويقابله في كلمة حارس، حارس. حرف الحاء مفتوح وأتى بعده حرف الألف الذي يماثل الفتحة في الحركات. ننتقل إلى الحركة الثانية حركة الضم، وتقابلها الواو. نعم، تقابلها الواو أو تماثلها الواو في الحركات الطويلة، فنمثل لها مثل كلمة حبوب، حبوب. وكلمة حوت، حوت. نعم، حرف الواو من الحركات الطويلة يماثل الضمة أو يقابل الضمة في الحركات القصيرة. أما الكسر يقابلها حرف الواو، حرف الياء. حركة الكسر يقابلها حرف الياء مثل كلمة حصان، حصان. حرف الحاء عليه حركة الكسر، يقابله حرف الياء أو يماثله حرف الياء. حيتان، حيتان. هنالك كل حركة من الحركات القصيرة تقابلها أو تماثلها حركة من الحركات الطويلة. حركة الفتح تقابلها الألف، وحركة الضم تقابلها الواو،
وحركة الكسر تقابلها الياء. اكتبي مثالا واحدا لكل مما يأتي. واحد، كلمة تبدأ بحرف الباء مع الفتحة. اكتبي كلمة تبدأ بحرف الباء مع الفتح. نعم، كلمة بدر. الباء مفتوحة. اثنين، كلمة تبدأ بحرف الباء مع الألف. نعم، كتبتي هذه الكلمة. باب، حرف الباء مع الألف. ثلاثة، كلمة تبدأ بحرف الجيم مع الضمة. حرف الجيم مع الضم. نعم، كلمة جمل. أربعة، كلمة تبدأ بحرف الجيم مع الواو. حرف الجيم مع الواو. من تذكر كلمة بحرف الجيم مع الواو؟ ممتاز، جود. خمسة، كلمة تبدأ بحرف الراء مع الكسر. كلمة تبدأ بحرف الراء مع الكسر. من منكن حبيباتي كتبت كلمة تبدأ بحرف الراء مع الكسر؟ نعم، كلمة رسالة. رسالة. وأخيرا، كلمة تبدأ بحرف الراء مع الياء. كلمة تبدأ بحرف الراء مع الياء. ممتاز، نعم، رياح. كلمة رياح. لنحقق هدفنا الثاني في هذا الدرس، ماذا لو قمنا بتحويل الحركات القصيرة إلى حركات طويلة والعكس؟ أي نحول الحركات القصيرة إلى طويلة والحركات الطويلة إلى قصيرة. فلنبدأ أولا بتحويل الحركات القصيرة إلى الحركات الطويلة. انظري، كلمة ذكر. ذكر. لنرى كلمة ذكر، حرف زاء. حرف زاء عليه فتح، والفتح يقابله في الحركات الطويلة حرف الألف. يقابل الفتح في الحركات الطويلة حرف الألف، لتصبح الكلمة عند إدخال حركة من الحركات الطويلة التي تماثل الفتح تصبح الكلمة ذاكر. تصبح الكلمة ذاكر. كلمة علم. علم. نعم، إنها من الحركات القصيرة، حرف اللام عليه كسر. ماذا يقابل الكسر في الحركات الطويلة؟ نعم، حرف الياء. يقابل الكسر حرف الياء في الحركات الطويلة، لتصبح الكلمة كلمة علم تصبح عليم. نعم، تصبح عليم. هكذا نستطيع أن نحول الكلمات في الحركات القصيرة إلى كلمات بالحركات الطويلة. لنستخدم حروف المد أو الحركات الطويلة في كتابة عدد من الكلمات المشتقة من الجزر، حرف العين، حرف اللام، وحرف الميم. ماذا نقصد بذلك؟ نريد أن نكون كلمات من هذه الثلاث أحرف، ندخل عليها حركات الطويلة. ندخل عليها الحركات الطويلة. انظري، كلمة علم عندما ندخل عليها
إحدى الحركات الطويلة أو حركة المد تصبح عالم، أدخلنا حرف الألف. وإذا أدخلنا حركة أو حرف المد ياء تصبح عليم. نعم تصبح عليم. وإذا أدخلنا حرف الواو على كلمة علم تصبح علوم. حرف الواو يماثل الضم، علوم. نعم هذه هي الكلمات التي نستطيع أن ندخل، أو هذه هي الكلمات التي أدخلناها على الجزر، حرف العين، حرف اللام، وحرف الميم. أدخلنا عليه بعض الحركات الطويلة، حرف الألف عالم، حرف الياء عليم، وحرف الواو علوم. فننتقل إلى الهدف الثالث في درسنا لهذا اليوم، وهو كتابة ما يملأ عليك بصورة صحيحة. فلنحضر أدواتنا كاملة ونكتب هذه الكلمات. الكلمة الأولى كلمة صندوق. اكتبي كلمة صندوق. الكلمة الثانية كلمة شرطي. كلمة شرطي. نعم كلمة شرطي. الكلمة الثالثة كلمة فاصل. كلمة فاصل أو فاضل. نعم الكلمة الرابعة كلمة مصحف. مصحف. وآخر كلماتنا كلمة نجمة. نجمة. من منكن حصلت على نجمة هذا الدرس بكتابة جميع الكلمات بصورة صحيحة؟ أعلم إنكن حبيباتي، جميعكن ممتازات، أكيد سوف تحصلن على نجمة درسنا لهذا اليوم بكتابة هذه الكلمات جميعها صحيحة. في ختام درسنا أرجو منكن حبيباتي كتابة أربعة جمل تحوي حركات المد. كتابة أربعة جمل تحوي حركات المد. إلى هنا وإلى أن نلتقي في درس قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.